منافسات اليوم الخامس لأولمبياد طوكيو، عشان نتكلم مع بعض ونشوف بكرة بقى جدول الماتشات ومنافسات لاعبي مصر ابتداء من الساعة 1 الظهر لغاية الساعة 3 فجر اليوم التالي. في كرة القدم، مصر واستراليا بكرة الساعة 1 الظهر إن شاء الله. طبعا عارفين إن في فرق توقيت بيننا وبين اليابان 7 ساعات، هي المباراة الساعة 8 بتوقيت اليابان، 8 مساء، فيكون توقيت المباراة الساعة 1 الظهر بتوقيت مصر. كرة اليد، مصر واليابان بكرة الساعة 7:15 صباحا. نتمنى التوفيق لمنتخب كرة اليد، فاز على البرتغال، عمل ماتش جيد جدا، خسارة متوقعة من الدنمارك وعملوا ماتش جيد جدا، إن شاء الله يقدروا يفوزوا على اليابان، يقدروا يفوزوا على البحرين ويعملوا نتائج طيبة عشان على الأقل يصعد كتاني أو تالت المجموعة. لسه عندنا كمان مباراة مع السويد. في القوس والسهم دور ال 32، أمل آدم عندها مباراة الساعة 4:30 فجر غد. في الرماية، ماجي عشماوي عندها مباراة الساعة 2 فجر الغد. في الرماية أيضا عبد العزيز زمحلبة وأحمد زاهر عندهم مباراة الساعة 3:50 فجر الغد. وفي السباحة 100 متر حرة، فريدة عثمان عندها مباراة في منتصف الليل النهاردة الساعة 12. وفي تنس الطاولة، عمر عصر بكرة الساعة 1 الظهر عنده الساعة 1 مباراة في تنس الطاولة هيلاعب فيها في دور الثمانية، نتمنى له التوفيق يا رب. وفي الملاكمة في وزن 81 كيلو جرام هيلعب عبد الرحمن عرابي الساعة 7:30 في صباح الغد. وفي السلاح، مصر واليابان الساعة 3 فجر الغد. نتمنى بإذن الله المنافسات اليوم الخامس يكون فيه نتائج طيبة نسعد بيها في نهاية هذا اليوم بإذن الله، لأن لسه المشوار طويل في الدورة الأولمبية.